السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لو سمحت عندي أسئلة في الزكاة، لو أسأل حضرتك أجوبة سريعة كده. بالنسبة لزكاة المانجا أو الفواكه، يعني دي هيبقى نصابها أتمنى على إيه يعني؟ لأنها ما بتبقاش زي الحبوب. عند من يقولون بها، عند من يقولون بإخراج الزكاة على الفاكهة، زكاتها نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، إذا كانت تسقى بماء السماء العشر، نصابها ما لها نصاب معين عندهم. يعني قيمة شيخنا مثلا ولا ما إيه؟ لها قيمة عندهم، ما لها نصاب عندهم، لأنها لا توسق. إذا كانت توسق سقت. يعني يا شيخنا تقصد أي كمية بيخرج عليها زكاة ولا بيبقى في عندهم فريق منهم يقول بكذا، احنا فريق منهم يقول بهذا، وفريق يقول إن كانت توسق وثقت، يعني إذا كانت تكال كيلت، لكن في أشياء مثل البطيخ مثلا لا يوسق بحال من الأحوال. عندهم الإطلاقات، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. بس يا شيخنا اللي بيزرع مثلا حاجة بسيطة جنب الأرض أو كده، دي ما تبقاش عليها لا 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 مش على زكاة إن شاء الله. طب يا شيخنا معلش سؤال كمان، بالنسبة لزكاة التجارة، بالنسبة لسعر الجملة وسعر البيع، إيه المفروض يتم؟ إذا كان عندك سلعة تريد أن تزكيها تقوم بالسعر الذي إذا أعلن بيعت تلك السلع. أنا بعنا عندك في المحل بضاعة بمليون، لكن ليس لها مشتري الآن، لكن إذا قلت يا جماعة جملتها لمن يريد الشراء بسبعمائة ألف، جاء المشترون سيلوها، يعني أخذوها ودفعوا المال السائل، أربط الزكاة على السبعمائة. بارك الله فيكم.